يعني لأن ولاد مصر، يعني ولاد مصر طبعا غاليين على بلدنا، وأتمنى لكل الناس الحياة تستوعب قلب كل أم الحياة بتشوف ابنها بهذا الشكل. صحيح، رحمة يعني الله هو عليهم. شهيد وطبعا فوق راسنا ونتمناها كلنا، إنما يعني الفراق بيبقى قاسي جدا على كل أم. أتمنى للناس كلها إنها تستوعب ما تمر به بلدنا من ظروف للحفاظ عليها. صحيح صحيح. عمرو بيه، كنت بتكلم في الجزء الثاني ودخل معانا الاستاذ محمد سويلة مدير مديريه الشباب والرياضه في القاهره فيما يتعلق بانتخابات النادي الاهلي، وكان عندي ملحوظتين. ملحوظه اولى ان الانتخابات 25 رمضان، بما يعني انه لن تحقق زخم جماهيري حقيقي من اعضاء الجمعيه العموميه، والامر الثاني ان هي هتتعمل في مقر الجزيره الضيق جدا، وهناك مدينة نصر الواسعة جدا. فهمت من الأستاذ محمد أنه حضرتك لا من صلاحياتك أن أنت تقدر تعدل من موعد إقامة الانتخابات، ما أعرفش رأيك إيه في الموضوع ده. بص كابتن مدحت، هو طبعا الفترة دي الحقيقة الأربع خمس أيام اللي فاتوا دول الحقيقة الواحد يعني بيقرأ في الجرايد، ويعني بيجيله التقرير الحقيقة في المكتب عن يعني الناس بتتكلم في بعض البرامج التلفزيونية عن إن وزارة الرياضة بتعمل على وضع الانتخابات الخاصة بالنادي الأهلي في توقيت صعب جدا، والناس بتحاول تسوقها إنه ضد الجمعية العمومية بتاعت النادي الأهلي وضد النادي الأهلي، ووضع الحياة غريب جدا وغريب على النادي الأهلي إنه يطلع من مسؤولين في النادي الأهلي أساسا، لأن الناس تعلم كويس قوي الفترات اللي فاتت دي احنا كنا بنتحرك بايجابيه ولا زلنا بنتحرك بايجابيه قويه جدا مع النادي الاهلي، وان في الاخر في قوانين ولوائح منظمه للامور، ومن اختار هذا الميعاد هو مجلس اداره النادي الاهلي، ومن اعلن هذا الميعاد هو مجلس اداره النادي الاهلي، اللي النهارده عضو من اعضاء مجلس ادارته بيطلع يقول ان دي مسؤوليه الوزير ومسؤوليه الكلام ده كله. فخلينا نقف على النقط امام الراي العام. اتفضل. ان مجلس اداره النادي الاهلي اجتمع قبل اصدار اللائحه باربع ايام، وصدر بيان رسمي من مجلس اداره النادي الاهلي اعتقد يوم 11 او يوم 12/5، اقر فيه انه هيدعو الى انتخابات يوم 30/7، وهو موعد نهايه مده مجلس اداره النادي الاهلي. تمام. والموقف كان مختلف ما بينه وما بين نادي الزمالك، لان نادي الزمالك تنتهي مدته يوم 27/5، لان انتخاباته اتعملت بحكم محكمه. ولما تم صدور اللائحه الجديده، اللائحه الجديده كانت بتنص على ان بيحق لي الوزير انه بيعين مجلس اداره مؤقت لاي مؤسسه بتقدم انتخاباتها بعد المواعيد الرسميه. اوكي. اعتقد التجربه بتاعت نادي الزمالك كانت واضحه وقاطعة وحاسمة للرأي العام المصري. إن إحنا عيننا مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب هو مجلس الإدارة المؤقت. كويس. وأعتقد هو نفس ما سيتم تطبيقه على النادي الأهلي وأي نادي تاني في حالة رغبة مجلس الإدارة إنه يقدم الانتخابات، أو بالمعنى الصح يعود على الانتخابات بعد تاريخ 30/7. انما لو ما احنا نحاول النهارده ان احنا نظهر للراي العام او نظهر للجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان وزاره الرياضه متعنته، اعتقد الناس بقى اذكى من كده بكثير جدا، وبقت شايفه الحقائق واضحه وقاطعه ومش محتاجه مزايدات من احد. يتقدم طيب. مجلس اداره النادي الاهلي يتقدم رسمي لوزاره الرياضه او للمديريه في اعمال شؤونها ان هي ترفع لوزاره الرياضه، ويبتدي هنا موقف وزير الرياضة يبقى واضح. عشان تبقى الأمور بس واضحة. طيب يعني عشان نبلور بقى يا عمري بالموضوع، يعني إذا الأمر منوط بمجلس إدارة يتقدم بطلب إن هو يعدل موعد الانتخابات سي إلى مثلا 20/9 واتيفر، وبناء عليه حضرتك بتصدر قرارك بتعيين هذا المجلس حتى إتمام العملية الانتخابية. لا نقف هنا يا كابتن. أيوه. حضرتك بتصدر قرارك إن حضرتك تعتمد هذا التاريخ بناء على الخطة وبالتنسيق مع المديرية، باعتبار إن المفروض في أكثر من انتخابات لمجالس إدارات الأندية في محافظة القاهرة. أوكي. وبالتبعية لازم حضرتك
تبقى ليها جدوله، لان في الاخر موظفي المديريه هي اللي بتشرف على هذه الانتخابات. بينسق المعاد يعني. النقطه الثانيه بس اسمعني، النقطه الثانيه ان لما يجي معاد 30/7 يحق لحضرتك انك تاخد قرارك بالنسبه لمجلس اداره النادي الاهلي ان حضرتك تعينه مره اخرى، انما لا يجوز للوزير ان هو يعين مجلس اداره قبل ما يجي التاريخ بتاع انقضاء مدته. نعم. يعني انا ما ينفعش النهارده اقول ان انا بأصدر قرار بتعيين مجلس اداره النادي الاهلي من 30/7 ليوم اصدار الانتخابات. ما ينفعش دلوقتي. ما ينفيش، فيش حاجه اسمها كده في اللوائح ولا في القوانين. هو له مده موجوده 30/7. انما العرف والطبيعي، وخصوصا كمان ان المجموعه اللي موجوده ولها كل احترام مش هتخوض الانتخابات. وبالتبعيه اصبحت الامور واضحه بالنسبه للراي العام كلنا، ما فيهاش اي مشكله خالص ان مجلس اداره النادي الاهلي يستكمل مسيرته لحين انتخاب مجلس اداره جديد يستكمل مسيره نادي من اكبر الانديه المصريه. طب ليه مجلس اداره ما عملش كده بتاع الاهلي يا عمرو بيه؟ ده موضوع بقى يعني يسال فيه مجلس اداره النادي الاهلي. طيب خلاص، يعني يسال فيه يعني 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 هذا الكلام، انما هل يحق للوزير بقى ان يبقى قرار مجلس اداره النادي الاهلي بهذا الشكل وهو يتخذ قرار اخر؟ ده بقى يدرس بعد قفل باب الترشيح. بعد قفل باب الترشيح. بالظبط كده. ليه؟ لان لازم تتحسب المدد وتتحسب الامور علشان تبقى اللوائح واضحه وما يكونش في اي طعون في انتخابات تتم خلال الفتره الجايه. لا، هو اللائحه بتقول انه 45 ل 60 يا كابتن. 45 يوم ل 60. يوم 60. طيب. بقى لازم ما هو يوم 60. أيوة. لازم حضرتك تشوف هيبقى يوم 60 ده هيوافق ايه، لان حضرتك بعد 5 ايام من رمضان هيبقى في عيد. وبعد العيد هتبتدي حضرتك كمان تشوف هل الانتخابات دي هتبقى يوم جمعه في اليوم ال 60 ولا مش، لانك ما ينفعش تعمله في العيد. بالظبط، ما ينفعش في العيد، ما ينفعش تعمله في وسط الاسبوع. مش عشان هو ما ينفعش، هو ينفع. بس هو جرى العرف، يعني ما فيش حاجه في اللائحه هتقول انه ما يتعملش يوم جمعه. بالظبط، جرى العرف ان يوم الجمعه هو اليوم اللي فيه الناس بتاخد اجازاتها وبالتبعيه بتروح تنتخب في الانديه. كلام واضح 100%. عشان كده لازم الامور بس تبقى منظمه، ان ما فيش اي توجه لده، بل بالعكس اذا كانت في فرصه ان ده هيبقى صعب، البديل ان تتعمل الانتخابات بعد الفطار. وتبقى سهره رمضانيه واضحه للناس كلها، والناس تيجي وتمتد لحد فتره الفجر، وما فيش ما يمنع هذا الكلام. هتبقى مجهده على رجاله وزاره الرياضه. لا مجهده، ولو مجهده على الجماعه العموميه يا عمرو بيه، ال 10 ايام الاخرى والناس بتروح التراويح. يعني بعد اذن حضرتك، ما هي الامور لازم تكون بس واضحه، ما مش مساله مجهده. لا كده واضحه، هي كده واضحه قد ما في لوائح وقوانين، في مدد واضحه. لا انا عايز اقول يا عمرو بيه، الخص بعد اذن حضرتك الحته دي بوضوح شديد جدا، والقي الكره في ملعب مجلس اداره النادي الاهلي. مجلس اداره النادي الاهلي بيقدم طلب جواب لمديريه الشباب والرياضه انه يرغب في اقامه الانتخابات يوم كذا في شهر 9 بالتنسيق مع مديريه الشباب والرياضه. سيد الوزير الرياضه بصلاحياته يملك ان هو يعين نفس المجلس لحين اتمام العمليه الانتخابيه. خلاص، اذا المساله سهله ما هي صعبه على الاطلاق. ومش محتاجه بقى يا كابتن يعني مزايدات ومتاجرات باشكال بصراحه ربنا غريبه مش متاخده على النادي الاهلي. طول عمر النادي الاهلي له متحدث رسمي هو مدير عام النادي الاهلي. وبيطلع يتكلم بناء على قرارات مجلس اداره. نعم. وبناء على امور واضحه وبناء على قرارات متخذه. بالظبط. انما ما بيتكلمش بناء على وجهات نظر شخصيه عمرها ما كانت بتبقى في النادي الاهلي. وانا واحد من ولاد النادي الاهلي طبعا، اللي في يوم من الايام كانوا موجودين في مجلس اداره النادي الاهلي. نعم. والنادي الاهلي خيره على العمري فاروق واضح. وكان سبب فضل كبير جدا ان العمري فاروق يكون موجود في هذا المكان. نعم. واكيد له كل تقدير واحترام، سواء جمعيه عموميه او مجلس اداره النادي او الجماهير اللي تنتمي للنادي الاهلي. تمام. بالنسبه للجزئيه اللي حضرتك سالت عليه، حته النادي الاهلي تعمل انتخاباته في فرع الجزيره ولا فرع مدينه نصر. اللوائح كانت بتاعه الفتره السابقه كانت بتنص على ان ضروري ان الانتخابات تتعمل في المركز الرئيسي. نعم. وكانت لا تسمح باي نقل لهذه الانتخابات. لما جينا عملنا اللوائح الجديده وعارفين ان اعداد العضوات بتكبر والمراكز الرئيسيه بتاعه المؤسسات او الهيئات الرياضيه زي النادي الاهلي او الانديه كلها عموما
بتبقى تملي الفرع الرئيسي بيبقى مساحته أصغر من الأفرع الجديدة، فسمحنا لمجلس إدارة النادي إنه يحق له اختار المديرية التابعة له، وهي في الحالة دي مديرية القاهرة بالنسبة للنادي الأهلي، إنه بيطلب نقل مقر الانتخابات بتاعته من الفرع من المركز الرئيسي بتاعه إلى فرع آخر. أوكي. أو مكان آخر، مش بالضرورة فرع، أو مكان آخر أكبر. تمام؟ تعتمد الجهة الإدارية المركزية، الشرط هنا تعتمد الجهة الإدارية، وأنا بقول لحضرتك الجهة الإدارية المركزية ليس لديها مانع من إن الانتخابات لو النادي الأهلي تقدم كمجلس إدارة بطلب إنه ينقل انتخابات وفرع النادي الأهلي في مدينة نصر حفاظا على العدد الأكبر من الجمعية العمومية وحفاظا على المساحات الأكبر اللي يقدر يعمل فيها خيمة على مستوى راقي جدا وعلى مستوى يتسع لكل الأعضاء، وزير الرياضة هيعتمد ده فورا وبقوله على الهواء. بس خلاص مطحة هيعتمد ده فورا وبقوله على الهواء. تمام. بس ما تبقاش المزايدات مع احترامي اللي بقى بتتقال، لأن هذا الكلام يعني مع احترامي لهنا أو احترامي لهنا، لأن برضو عند حضرتك الحقيقة لهم كل تقدير واحترام، بأي حد بيجي الحقيقة يقوم عامل مداخلة يقول لحضرتك إيه لو الوزارة ما اتحركتش في ده تبقى الوزارة موافقة على ده. لا، هي القصة لا مع ده ولا مع ده، الوزارة حيادية هنا أهو، بغض النظر إن من يجلس على كرسي الوزارة كان ينتمي في يوم من الأيام إلى عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي. نعم نعم. في أمور واضحة بنتحرك فيها. صح. أكررها تاني يا كابتن من خلال حضرتك. إذا مجلس إدارة النادي الأهلي يقدر جمعيته العمومية ويطلب عقد اجتماع الجمعية العمومية للنادي الأهلي في فرع النادي الأهلي في مدينة نصر حفاظا على هذا التوقيت اللي بيبقى فيه الجو حر ومحتاج اتساع أكبر عشان يسهل على الناس إنها تروح، وهو الهدف الرئيسي لمجلس إدارة النادي الأهلي في كل كلمة بيقولها من احترام للجمعية العمومية، أنا بأعلن رسميا إن حضرتك لو تقدم هذا الطلب موافقة رسمية من وزير الرياضة على عقد الجمعية العمومية في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. واضحة يا عمري بيه، واضحة وضوح الشمس. محتاج أعتقد لا يعني لا أكتر من مزايدات أكتر من كده، وبالنسبة للتاريخ إحنا بندرسه. أوكي. وهنشوف ما هو فيه أفضل أو تمام. بالمعنى الصح أفضل باللوايح اللي ما بقاش فيه أي حد يتقدم بأي طعن من الطعون، لأن هي دي أهم جزئية في الأمور، لأن مش عايزين النادي الأهلي يخش في أي نوع من أنواع يعني اللي بيقاسي منه الأندية الأخرى. أنا بس أقول لحضرتك هنا عشان الإخوة يعني حسبوها لي فوق، بس أنا أتمنى يبقى ده مطلب النادي الأهلي ويبقى براحته في سبتمبر، لكن 15 يوم بعد ال 45 يوم هتيجي يوم جمعة 16 أغسطس، يعني سبحانك يا رب هتيجي جمعة 16 أغسطس، لكن نتمنى إن النادي الأهلي ياخد راحته ويعملها في سبتمبر براحته خالص أسوأ بنادي الزمالك، والليلة تبقى مستريحة جدا والله. بيزن. اللي أنا شايفه إن أعضاء مجلس الإدارة بتاعت النادي الأهلي بالظبط بتطلع في التلفزيون وتطلب ده، بس كده، فبما إن هم بيطلبوا ده خلاص يبعتوه رسمي بقى، يبعتوه رسمي مديرية الشباب والرياضة، يعني وحضرتك بتؤمن على الموقف تمام، لأن هم اللي أصدروا هذا القرار. صحيح. في مجلس إدارة. صحيح. هم اللي يبعتوه رسمي أمام الرأي العام، بس خلاص وزارة الرياضة هنا تبتدي تتحرك بالزبط. بشكل إيجابي وهتدرس أمورها باللوائح والقوانين اللي فيه ودي نقطة نحط تحتها 20 خط، مصلحة النادي الأهلي مش مصلحة النادي الأهلي يا فندم، اللي فيه حضرتك عدم وجود أي طعن على انتخابات النادي الأهلي، بس خلاص واضحة دي أهم جزئية، لأن النادي الأهلي ما يخشش في أي مأزق يبقى فيه مشكلة لمؤسسة بحجم وكيان هذا المكان القدير الجدير بالاحترام. صحيح. أنا بشكرك عمري بيه، شكرا جزيلا. الله يخليك كابتن. شكرا جزيلا، ربي يخليك. قبل ما أكمل كلامي